ألم نخلقكم من ماء مهين؟ الاستفهامون على معنيين، الإقرار أو المعاتبة. ولو قلنا الإقرار يبقى ده أولى، لأن هذا السياق سياق الامتنان، أما السياق الأول فكان سياق العقوبة، فالعقوبة لا امتنان فيها. لكن إذا كان الاستفهام بعده النفي في سياق الامتنان فيحمل هذا الاستفهام على معنى ماذا؟ الإقرار، كقول الله عز وجل ألم نشرح لك صدرك، أي شرحنا لك صدرك، فهذا سياق الامتنان. الامتنان بيان النعم والإحسان والجود والآلاء والفضل والإكرام. فقال ربنا عز وجل ألم نخلقكم أيها الناس من ماء مهين، ألم نخلقكم من ماء مهين. هذه الآيات في سياقها تنبيه على إثبات البعث، لأن الذي خلق قادر أن يبعث بعد الموت، قادر أن يبعث بعد الموت، وهذا دليل التنبيه. ألم نخلقكم أيها الناس، ونخلقكم دي فيها الفعل والفعل ومفعول كلها مع بعضها، سبحان الله، فعل وفعل ومفعول، كلمة واحدة فيها فعل وفعل ومفعول. ثم قال ألم نخلقكم من ماء مهين، والقاف مضغمة في الكاف، ما يجيش بقى واحد بقى يعمل نفسه أبو الفلاح فيقول ألم نخلقكم، لا، ألم نخلقكم، القاف مع الكاف أضغمتا. لماذا؟ لأنهما من باب المثلين، ألم نخلقكم من ماء مهين. الماء سمي مهينا، وصف بأنه مهين، إما أنه ذليل حقير بالنسبة إلى جملة خلق الله. أنت لما تشوف الماء الذي يخرج من الرجل أو المرأة وتقارنه كده بخلق السماوات أو بخلق الأرض، يسوي حاجة؟ يسوي حاجة؟ لا يسوي شيئا، فهو مهين ضعيف حقير بالنسبة إلى جملة الخلق، سبحان الله، أو مهين بالنسبة للناس، فالناس قد يلقونه في الخرق وقد يغسلونه من على ثوبهم لأنه مهين. طب الماء المهين ده بقى في قصة كبيرة، إيه بقى؟ قال الله فجعلناه في قرار مكين. تضمنت هذه الآية معنى الزواج، لأن الماء لا يكون في القرار المكين فينتج أثره إلا عند التقاء الرجل بالمرأة، فإذا التقى الرجل بالمرأة واجتمع ماؤهما وهو ماء مهين من كليهما استقر، استقر أي انتهى، انتهى أمره إلى ماذا؟ إلى القرار المكين وهو الرحم. فسمى ربنا عز وجل رحم المرأة مستقرا لهذا الماء، فلا يخرج منه الماء. ما حصلش مرة إن بعد ما المني دخل الرحم حصل ارتجاع في الرحم وخرج تاني، ما حصلش. أي في ارتجاع في المريء، نص حياتها بتاكل عدس وبصل جالها ارتجاع في المريء، لكن يجي ارتجاع في الرحم ده ما حصلتش، ما يحصلش، لان ربنا قال كده قرار مكين، يبقى انتهى الموضوع، انتهى. البحث العلمي لابد ان ينتهي الى حيث ينتهي امر ربنا عز وجل. هناك ابحاث خطيره جدا في اليابان، قلت لكم من قبل تجرى، هم عندهم في اليابان ديمقراطية شاملة، والديمقراطية شاملة إن المرأة تاخد حظها زي الرجل، الرجل بيشتغل مهندس هي مهندسة، طيار هي طيار، بتشتغل في الشرطة في الشرطة، الجيش هي في الجيش،
بيشتغل إسكافي إسكافية، بيمسح هي بتمسح، لسه حاجة واحدة بس مش عارفين يساوي المرأة بالرجل فيها، وهي إيه؟ الخلفة. قالوا خلاص نزرع للرجالة إيه؟ رحم، علشان مرة هي تولد ومرة هو يولد، يبقى احنا كده سوينا بين الرجل والمرأة. طبعا الكلام ده كلام في منتهى الخطورة، وبالفعل عملوا أبحاث قوية جدا وجبارة المسألة دي، وصدوا لها ملايين الملايين علشان يعملوا رحم للرجل. تصور بقى لو المسألة دي ناجحت كده، تجد رجل بسم الله راح عليه الحسن بن هو في الشهر السابع في الشهر الثامن، الكلام ده مش هيكون ابدا، لن يكون ابدا، لانه مخالف لسنه ربنا في الكون. طب دلوقتي لما الراجل يخلف الواد اللي يطلع ده ننسبه لمين؟ قال الله ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله. الشرع كله يختلف ويرتد، ما ينفعش. وبالتالي هذه الابحاث في هذه الناحيه ابحاث فاشله. جم مره وقالوا ايه المانع ان احنا نستخدم مساله هندسه الجينات في استنساخ نسخ بشريه فذه زي اينشتاين ونيوتن والناس دي. اينشتاين والناس دي كلها كان عندها توحد، وبعدين ربنا عز وجل جعل من اياته ان هم يكونوا علماء افذاذ. طب ايه المانع نجيب الجثث بتاعتهم ونحلل العظم بتاعهم ونحاول ناخد نستخلص الجينات دي ونستنسخ نماذج بشرية؟ وبالفعل بعض الدول الغبية مولت هذه الأبحاث. الحق يقال الكنيسة رفضت هذه الأبحاث، والحمد لله احنا برضك مع ان هذه الأبحاث لا تمت لنا بصلة انكرنا هذه الأبحاث وقلنا لا تصح هذه الأبحاث. وقالوا احنا استنسخنا معزة اسمها دولي، فزي ما نسخنا المعزة دي نسنسخ برضك البشر. طب فين المعزة دي وفين نتاجها وفين نسلها؟ ما يورونا. هذه كلها مسرحيات وأمور سخيفة لأنها تخالف سنة الله تعالى في الكون. أخطر شيء في جسم الإنسان الروح. لو أنهم جمعوا أعضاء الإنسان من هنا وهناك، لو افترضنا جابوا بنكرياس من واحد وكبد من واحد وقلب من واحد، جمعوا واحد زي بنجمع عربية كده، نجمع بني آدم. طب البني آدم المتجمع ده هيمشي ازاي؟ هيفكر ازاي؟ هنحط له برنامج؟ هنحط له آلات يتكلم بها؟ كل حاجة بالبرامج والآلات؟ سبحان الملك، هذه مسألة لا تكون. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، لا شيء. فجعلناه في قرار مكين. والدليل إن المسألة دي متعلقة بالتقاء الرجل والمرأة هو قول الله عز وجل إلى قدر معلوم. ممكن الحمل ده من 6 شهور لتسع شهور، من 6 لـ9، وكل شيء بأمر الله. لو ربنا رايد 6 يبقى 6، 7 7، 8 8، 9 9، وحتى لو زحزحت كمان بأمر الله ليس في ذلك ضير، كله بأمر الملك إلى قدر معلوم. قال الله فقدرنا فنعم القادرون، فقدرنا فنعم القادرون. ويمكن أن تقرأ في قراءة أخرى فقدرنا فنعم القادرون. فالقدر والتقدير قيل بمعنى واحد، وقيل المقصود الخلق والتصوير، هذا ذكر وهذا أنثى، هذا طويل وهذا قصير، هذا أبيض وهذا قمحي، وهذا أسمر وهذا أسود وهذا أصفر، ثم العين والأنف والأذن والخلق والقوام، هذا كله بأمر الملك. قال فنعم القادرون، مادحا ما صنع ومادحا الخلق الذي أذن فيه.